صباح النور دكتور. تحية الله يا هلا فيك، الله يسلمك. تحياتك دكتور حبيبي. يا مرحبا، الله يبارك فيكم. يا الله يسلمك. يا مرحبا. الله يسلمك عيوني. يا مرحبا. يعني احنا اجتماعنا اليوم مش راح يكون طويل كثير، بس يعني اعتقد انه نقدر نبدا يا اسراء، مزبوط؟ دكتور ممكن نبدا؟ اعتقد نقدر نبدا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في هذا الصباح الطيب المبارك أهلي فيكم جميعا، ويعني أتمنى على الله أن تزول غمة كورونا حتى نستطيع أن نلتقي وجاهيا، ونقدر يعني حقيقة الإنسان اجتماعي بالطبع، يعني احنا اشتقنا إلى اللقاءات الوجاهية لأن بحاجة أن نشوف بعض ونحكي مع بعض عن قرب. يعني بفضل رب العالمين الآن الواحد بيشوف الجائحة بدأت إن شاء الله تتقلص عالميا، وبدأت القطاعات تفتح أول بأول، فإن شاء الله نكون هذا باب خير إنه نقدر إحنا تكون لقاءاتنا القادمة وجاهية. إحنا الصحيح اليوم لقاءنا الشبكة، طبعا أنتوا حضرتوا اجتماعات سابقة للشبكة، وشبكة النخيل من أنشط الشبكات اللي فيها لقاءات ومحاضرات وفيها نقاش كبير جدا، وإن شاء الله إنه خلال الفترة القادمة يكون عندنا نشاطات أكثر. يعني احنا بننتظر أنه بعد جائحة كورونا نقدر نعمل ورش عمل وجاهية مباشرة، نقدر إن شاء الله يكون في عندنا تريننج كورسز. ويعني بحب أخبركم إن شاء الله من خلال الشبكة أنه أرينينا الآن حصلت على مشروع، دكتور نائل وأنا وأختنا إسراء مع بعض كتبنا مشروع في عمل بلاتفورم للنخيل، فحصلنا على مشروع من الفاو، وهذا المشروع بإذن الله تعالى راح يكون مشروع كثير ممتاز، وبالتالي من خلالكم راح نحصل على كل ما يلزم من معلومات واتصالات وتكنولوجيا جديدة وابتكار وإلى آخره، وراح يكون عندنا كل من يعمل في النخيل في كل الدول مربوطين بإذن الله تعالى بشكل مباشر على البلاتفورم حتى نستطيع أن نحقق الأهداف اللي البلاتفورم مدع من أجلها. فإن شاء الله هذا المشروع في المراحل النهائية راح نبدأ إن شاء الله اعتبارا من شهر 6 اللي هو الشهر القادم بترتيبات العمل لهذا المشروع. أيضا يعني إحنا إن شاء الله في راح نرتب إن شاء الله في المرحلة في اللقاءات القادمة إلى مجموعة محاضرات، راح يكون عندنا في كل لقاء قادم محاضرين. إحنا هذا اللقاء اليوم الصحيح عملناه على استعجال، لأنه إحنا كانت معنا الدكتورة منى مشعل، كانت هي الكوردينيتر لهذا المحور، ويعني الصحيح أنها كانت نشيطة جدا، ويعني إحنا من خلال الشبكة بنوجه لها كل الشكر على جهودها العظيمة اللي بذلتها خلال وجودها معنا. لكن الدكتورة منى تقاعدت من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وبالتالي هي لم تعد على كادر المركز الوطني. فإحنا اجتماعنا اليوم بدنا نرتب أنه نختار كوردينيتر جديد أو منسق جديد للشبكة. فلا أدري إذا من الزملاء الموجودين معنا حدا بيحب أنه يعني يكون منسق. في أيضا الدكتور محمد كمال من مصر، يعني من الناس النشيطين، كان معنا في كل اللقاءات السابقة، وأظن مجموعة منكم حضروا اللقاءات وأيضا هو من الناس النشيطين. فلا أدري إذا حدا من الزملاء الموجودين معنا بيحب أن يكون منسق، لكن خليني قبل ما نحكي من يرغب نحكي مهام المنسق. المنسق هو الذي يدعي للقاءات الشبكة باستمرار، يدعي للترتيب مع المحاضرين اللي بدهم يحاضروا للشبكة، إذا كان في تريننج كورسز بده يكون هو الانفولد في التحضير والترتيب. طبعا هو بيحضر وبرتب بتواصل 100% معنا في المكتب الأخت إسراء وأنا، يعني بنرتب كل الأمور. لما بصير اجتماع احنا بنكتب محضر بالاجتماع، بنبعثه للمنسق يدقق ونقرأ احنا وياه بشكل جيد جدا، بعدين بنعممه على الزملاء. وايضا نفس العملية اذا في محاضرات، اذا في ندوات، اذا في ويبينارز، اذا في اخبار، اذا في بحوث، اذا في اي شيء في المجال، احنا بنكون على تواصل مستمر مع المنسق، وحقيقة المنسق هو اللي بيدير الشبكة. الدكتور محمد كمال انضم معنا. دكتور محمد صباح الخير. دكتور محمد سامعني؟ صوتي واصل يا أسراء؟ دكتور واصل، بس لسه الدكتور محمد بشبك. أوكي طيب، خلي دكتور محمد بشبك معنا.
دكتور محمد صباح الخير. خير. دكتور محمد سامعني؟ دكتور سمعك، صباح الخير. يا صباح النور، يا حي الله. احنا بدأنا في قبل دقائق، يا مرحبا فيك وفي كل الزملاء. احنا بدأنا قبل دقائق، ويعني للتذكير احنا ذكرنا بالمهام اللي الشبكة بتقوم فيها، سواء على مستوى الاجتماعات واللقاءات والمحاضرات وورش عمل وأي مجالات تدريبية. وذكرت أيضا أنا أنه إحنا بفضل الله، أنا الدكتور نائل وأنا وأختنا إسراء في الأرينينا، حصلنا على دعم لنعمل من الفاو، نعمل إن شاء الله بلاتفورم للنخيل، وبالتالي راح يكون معنا، صحيح بدنا جهودكم الحثيثة معنا حتى نستطيع أن نجمع كل الداتا ونجمع كل المعلومات وكل ما يلزم للبلاتفورم. اعتبارا من شهر 6 راح نبدأ في العمل على البلاتفورم للنخيل. احنا كنا بدنا نعمل بلاتفورم ثاني للزيتون، لكن في مشروع مشترك مع الاتحاد الاوروبي ومع لبنان ومركز الوطني للبحوث الزراعيه، بدهم يعمل بلاتفورم، فطلبنا منهم انه احنا نكون جزء من هذا البلاتفورم، وبالتالي ما في ضروره نكرر المجهود. لكن النخيل الصحيح هذا سيكون بلاتفورم ان شاء الله باذن الله تعالى متميز جدا. حقيقه اليوم اجتماعنا، وانا ذكرت الدكتور محمد قبل ما تيجي، اجتماعنا اليوم الدكتوره منى مشعل اللي هي كانت الكوردينيتر لهذا المحور. الدكتورة منى الصحيح كانت نشيطة جداً جداً، وأنتم كنتوا كلكم على تواصل معها، كانت على الإيميل نشيطة، كانت بالدعوات نشيطة، بمحضر الاجتماعات نشيطة، بأي تواد الاكسشينج للأخبار وأي معلومات كانت الصحيح نشيطة جداً جداً. لكن حسب نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية على فترة معينة من الخدمة يحال الموظف إلى التقاعد، فهي أحيلت إلى التقاعد، وبالتالي هي لا تستطيع أن تستمر كوردينيتر للشبكة. اليوم حقيقة اجتماعنا هذا هو أقصر اجتماع في اجتماعات الشبكة. بدنا نحاول أنه من بين الزملاء الموجودين، يعني معنا الدكتور محمد، معنا الدكتور حسنين، مع الدكتور هلال، أنه حدا يكون منسق، معنا الأخ زيدون. ويعني أنا ذكرت قبل شوي دكتور محمد قبل ما أنت تيجي للزملاء أنه أنت حقيقة من الناس النشيطين جدا معنا فيه. الله يخليك دكتور، الله يخليك، الله يرضى عليك. يعني أنا لا أدري إذا الزملاء عندهم رغبة، دكتور محمد عندك رغبة، أو أي حدا من الزملاء أنه يكون منسق لهذه الشبكة، وإحنا لن نترك المنسق يعمل بجهد وتعب لحاله. وإحنا الاجتماعات اللي بتحصل احنا بنكتب المحضر بنوديه للمنسق، هو بيقراه بيدققه، وبعدين من خلال المنسق يعمم على الكل. اذا في محاضره بننسق، احنا بنحجز على الزوم الكترونيا، بعدين المنسق هو اللي بدعي للمحاضره واحنا بنتابع كارينينا معه. اذا في اي امور المنسق هو اللي بتولى الامور بالنسبه لتريننج، بالنسبه لوركشوبس، بالنسبه لاي أمور أخرى. يعني بيكون كل منسق هو اللي مسؤول مسؤولية كاملة عن الشبكة تبعته، وإحنا بالأرينينا بمكتبنا بنيسر الأمور من كافة النواحي. فإحنا حقيقة الآن بحاجة أنه أحد الزملاء بيكون بديل عن الدكتورة منى مشعل، ويكون هو المنسق في هذا في هذه اللقاءات. بعرفش دكتور محمد، الدكتور هلال، الدكتور حسنين، أخ زيدون، إذا حدا عنده الرغبة ينضم. إن أظن الآن رضا المزيني، صوتي واصل أنا؟ دكتور مين؟ تعرفش ترغب دكتور محمد إنك تكون منسق لهذه الشبكة مثلا؟ والله أنا مقترح الدكتور حسنين، وأنا مصاب معايا يعني. نعم؟ الدكتور حسنين تنين يولي والنصك، وانا مساعد معايا يعني، اساعد معايا انا يعني. اللي بتحبوه دكتور هلال اذا حاب تكون، احنا انا اللي بتشوفوه يعني، هو المنسق احنا يعني بنتعاون معه بكل ما يلزم. دكتور رضا دخلت معنا بالشبكه بالاجتماع؟ دكتور رضا يبدو ما زبط الربط. اللي بتشوفوه انتم مناسب يعني، احنا بكارنينا اللي بتحبوه بنكون، احنا بنكون سعداء فيه. والله يا دكتور رضا نحن ندعم ملاحظتك في الدكتور محمد، وندعمك في أي توجه في هذا الاتجاه يعني، زي ما بدكم أنتم أبدا. نحن يعني بس أنا بهمني أنه المنسق بيكون يعني very active في الردود على الإيميل وعلى الواتس أب وعلى التواصل اللي بنعمل التواصل معه، يعني بيكون active
معظم الوقت، لانه مرات بنبعث رساله وبدنا جواب سريع وبدنا تنسيق سريع، ومرات نغير اجتماع موعد الموعد اجتماع، فيعني بهمني انه بس المنسق. ف يعني شكرا دكتور هلال. دكتور محمد والدكتور حسنين يعني الان بنحب منكم انه يكون منسق، ويعني بنكون احنا سعداء في الامر. دكتور محمد سامعني؟ سمعك يا دكتور. سمعك دكتور حسنين. دكتور حسنين سامعني؟ دكتور حسنين عندك الميكروفون ميوتد. دكتور محمد عندك مانع تكون انت منسق؟ لما شوف دكتور حسنين الاول. دكتور حسنين مش عارف هو نشوف الاول لو ما كانش كده ما فيش مشكله عندي خالص يعني. دكتور حسنين يعني سامعني؟ تبعثي بالله على الواتس يا اسراء. دكتور حسنين بعده معنا، هو موجود معنا بس مش عارف ليش ما صوته قاعد يطلع لنا. دكتور حسنين سامعني؟ نعم دكتور. نعم دكتور صباح الخير. اهلا وسهلا يا مرحبا دكتور حسنين. اسف شوي صار عندي انقطاع بالنت، وانا كنت سامع النقاش طبعا. دكتور هلال محمد. دكتور هلال مشكور. كيف صحتك احوالك؟ الحمد لله الله يحفظك دكتور هلال. الله يخليك. الله يسعدك دكتور هلال. نعم. اي من الزملاء بكون سعيد فيه. دكتور محمد بقترح انه ممكن انت او هو يكون منسق للشبكه يعني. والله انا يسعدني ويشرفني، بس حقيقه والله لو عندي وقت، بتعرف ان احنا الان بلشنا مشروع جديد مع الفاو والتزامات اخرى في اكساد، فانا يشرفني ويسعدني، وتزكيه الدكتور محمد يعني انا اعتز بها واعتز بحضرتك وكل شبكه ارينينا. لكن انا افضل يعني المنسق بجزء يعني سمعت دكتور يعني حسين، احنا المنسق يعني ما راح نحمل عليه في الشغل، احنا المنسق المحضر احنا بنبعث وبنبعث له اياه الاشياء كلها، بنساعد معه بكل الامور، بس انه هو بده يكون انفولد، انه هو الكوردينيتر لكل شيء على اساس انه هو اللي بكون فعليا بيدير الشبكه. والله دكتور محمد يعني انا يعني ادعم ترشيح ان يكون منسق. بس اقول لك فيه لو كده بنروح مع دكتور محمد. دكتور محمد سامعني؟ سامعك يا دكتور من الوقت. طيب طبعا اول حاجه الدكتوره منى طبعا ما حدش هيعوضها طبعا يعني مش عارف. لا والله يسعدك يعني كلكم بركه وكلكم يعني خير يعني احنا انا بهمني يعني والله الله يسلمك. انا اتعلمت منها كتير والله يعني، حتى حاجات بتقف قدامي في الشغل ببعت لها وست الفرد في ثواني يعني، وست يعني مش عارف يعني خساره كبيره يعني. يا سيدي اذا الزملاء بدهم اياك احنا كمان بنكون سعداء فيك يعني. اي دكتور حسنين برشحك انه انت بتكون منسق يعني. اي واحد بيقول انا بكون سعيد فيكم كلكم، اتمنى يعني اللي اي واحد بكون سعيد في وجوده يعني. انا شكرا جدا دكتور حسنين يعني بصراحه يعني مش عارف اقول ايه يعني، بس ما فيش مشكله يا دكتور. ماشي يا سيدي على بركه الله. اخ زيدون عندك اي اقتراح او اي كل شيء تمام؟ السلام عليكم دكتور. انا ادعم ترشيح الدكتور محمد ان شاء الله موفق ان شاء الله موفق في عمله. الله يبارك فيكم. شكر جدا يا دكتور. الله يسلمك. واحنا باسمكم جميعا رايحين نبعث كتاب شكر للدكتوره منى مشعل، ورايح نطلب منها انها تحضر اجتماعات معنا وتشارك معنا بالنشاطات، لانه هي خبره كبيره جدا ايضا في هذا المجال. يا ريت. ويعني اتمنى عليكم الان احنا هينا راح يكون عندنا مشروع البلاتفورم مدعوم من الفاو، فباعتبارا من شهر 6 اعتبارا من 1 شهر 6 هذا القادم راح نبدا بالتجهيز للمشروع، فيعني بدنا من خلال الشبكه مساعدتكم ان نحصل على كل ما يلزم للداتا والمعلومات اللي راح تدخل في البلاتفورم، لان البلاتفورم راح يكون فعلا خدمه لهذا القطاع، والشبكه راح تكون انفولد مباشره في البلاتفورم من كافه النواحي. فيعني انا كل الشكر يعني لكم، ودكتور محمد يعني اشكرك. لا دكتور علي. اشكر الدكتور هلال والدكتور حسنين واخ زيدون على تيسير مهمه انه حياك الله. حياك الله دكتور. عندنا كوردينيتر
احنا اليوم اجتماعنا الصحيح كان لهذا الايتم، لانه لابد من ان يكون في منسق اللي بدعي للاجتماعات وبدعي لكل النشاطات. ويعني اتمنى عليكم في شغلتين، يعني انا حاب اتمنى عليكم انه اي مقترح الان عندكم للشبكه، لاعمال الشبكه، لاي شيء جديد، انكم تبعثوا الان للدكتور محمد وانا. وايضا يعني الموقع الالكتروني للارينينا، يعني بتمنى عليكم انه كل زميل يدخل على موقعنا، وارجوكم يعني انكم تنتقدونا، يعني احنا بنحب انكم تنتقدونا لانه بنحب ان نطور. يعني دائما وابدا كل ما شفنا انه في انتقاد لشغلنا ولا انتقاد لعمل معين، يعني احنا بندور على انه هذا الموقع يكون فعلا بمستوى مرموق جدا من كافة النواحي. فأتمنى عليكم انه تطلعوا عليه، واذا في اي ملاحظات على الموقع الالكتروني انكم تساعدونا انه والله الشغلة الفلانية ممكن تتطور، او اقتراح معين لتطوير الموقع الالكتروني لأرينينا. اذا حد عنده شيء يحب يحكيه في اجتماع اليوم يا دكتور بعد اذنك، حدا من الزملاء عنده اي اقتراح عنده اي شيء؟ دكتور محمد تفضل. يعني ليه رجاء، يعني لو في اي ظروف في المستقبل الدكتورة منى، الظروف القانونية او القوانين ممكن تخليها هي المنسق، انا اعتذر عن المنسق، دي اول حاجه. ثاني حاجه ليا اقتراح بالنسبه للافات في الوطن العربي. سامعني يا دكتور؟ نعم سيدي سامع. الو؟ نعم نعم انا سامع. احنا انا كمصر انا عندي افات مسجله على النخيل، انا عمري ما شفتها، وطبعا كان زمان سنه السبعينات والستينات كان في حاجه بتتسجل غير موجوده اصلا، تشابه الله اعلم، في حاجات ثانيه ما اعرفهاش. نعمل عمليه حصر الافات الموجوده على طريق الداتا الموجوده في كل دوله، يبقى كده عملنا تحديث لداتا الافات الموجوده في الدول العربيه كلها، بحيث الافات اللي هي فيها شك يبقى احنا عرفنا موجوده في الدوله دي او غير موجوده. يعني انا عندي مثلا 5-6 افات ده حفظك ان اخير ذو قرون طويله، انا عمري ما شفته هو غير موجود في مصر ومسجل عندي في مصر. عندنا افات جعال مش موجوده مسجله في مصر. احنا يعني نعمل عمليه يعني تحديث للداتا الموجوده يعني في كل دوله، حتى لو استغرب التسائل من اي دوله بقى عارف ان فيها الصح الموجود فيها يعني. نعم يا سيدي، احنا جاهزين ابدا يعني. وايضا في لقاءاتنا القادمه ممكن ينطرح هذا الموضوع في نقاش للشبكه، يعني ممكن يكون هذا موضوع للنقاش، يعني في اجتماع قادم على الأجندة نضع واحد من المواضيع اللي بدنا نناقشها هذا الموضوع. يعني في كل لقاء احنا بناخذ موضوع او موضوعين بيكونوا هم النقاش بما هو المطلوب وكيف احنا نقدر نتواصل مع بعض وكيف ممكن. وايضا بدنا نفكر اذا في اي مشاريع ممكن نعملها كمشاريع مشتركة بين الزملاء، لانه يعني بتوقع بالشبكة عندنا كفاءات اللي موجودة في معظم البلدان موجودة عندنا في الشبكة، وأيضا كل زميل من بلد ممكن يستعين بأي كفاءات حواليه أنهم يكونوا involved معنا في أي مشروع. فأبدا يعني إحنا بتمنى عليكم هيكم موجودين، أنه أي اقتراحات لتطوير أعمال الشبكة من جهة وتطوير أعمال أرينا من جهة ثانية بنكون سعداء فيها إن شاء الله. الله يبارك فيكم. يعني إحنا اجتماعنا اليوم قصير شوية، بس لأنه كان لابد من أنه نختار منسق على اساس نقدر نكمل اجتماعاتنا ولقاءاتنا ان شاء الله. يعني اذا ما حد عنده شيء بكرر الشكر لكم مره ثانيه للجميع، دكتور هلال، دكتور محمد، دكتور نايف، دكتور حسنين، الاخ زيدون، كل الشكر والله يعطيكم الف صحه وعافيه. دكتور رضا بس كلمه مختصره، جزاك الله خير. اول شيء انا سعيد تفضل يا دكتور هلال. سعيد بالمشاركة في هذا الاجتماع كممثل لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ونحن إن شاء الله هنا على أتم الاستعداد إلى دعمكم. نبارك لكم أول شيء للتكليف بمشروع البلاتفورم ودعم من الفاو، ونحن على أتم الاستعداد إلى توفير ما يتطلب توفيره في لدعم هذا المشروع. وكذلك نحن نشكر دكتور كمال على يعني تقبل لهذا التكليف من سعادتك، وحاضرين لأي شيء نقدر نخدمه في أي اتجاه يخدم الشبكة. شكراً لكم جميعاً يا إخوان. شكراً يا دكتور. إحنا صحيح عندنا اتفاقية تعاون مع الجائزة، ويعني سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد مشكوراً. يعني الآن إحنا في تواصل مستمر، كل ما يلزم للجائزة، للمؤتمرات، أي شيء. وأيضا إحنا كل ما يأتينا من الجائزة بنعممه على أعضائنا للاستفادة القصوى، سواء كان على مستوى أخبار، سواء كان على مستوى المؤتمرات، المعارض،
كل شيء احنا صحيح بنرتب باستمرار وبنحاول نعمل سيركوليشن للكل حتى نعظم الفائده. فكل الشكر للجائزه، وارجو انك تنقل تحياتنا للدكتور عبد الوهاب وكل الزملاء في الجائزه، كلهم اصدقاء عزيزين واحنا دائما نلتقي باستمرار معا باذن الله. انضمت لنا ولا لسه يا إسراء؟ دكتور بس لسه تعمل كونكت. دكتورة تهاني دكتور رضا انت معنا؟ دكتور السلام عليكم. انا معكم، انا معكم، كان عندي مشكل مرحبا. في الاتصال الحمد لله انا معكم الان. الله يسلمك يا هلا فيك، لانه شكله انقطع الاتصال. شكرا جزيلا، جزاك الله بالخير. انقطع الاتصال بعدها. لا ما كان عندي مشكله في الاتصال لكن الحمد لله. شكرا جزيلا، جزاك الله بالخير. يا هلا دكتور رضا، الله يسعدك. احنا بدي بس تدخل الدكتوره تهاني، لان اجتماعنا اليوم قصير، بس بدي احكي لكم شو اللي صار معنا بالاسبوع اللي صار الاجتماع ان شاء الله. دكتوره تهاني ما دخلت يا اسراء، مضبوط؟ دكتور هيها معنا بس ما في عندها إشارة مايك. دكتورة تهاني سامعتنا شيء؟ تقدر تواصلي معنا؟ يعني على أي حال إحنا اجتماعنا اليوم كان من أقصر الاجتماعات. دكتورة منى مشعل كانت منسقة للشبكة وحيلت على التقاعد في المركز الوطني للبحوث الزراعية، واليوم الزملاء اختاروا وانتخبوا دكتور محمد كمال، ومشكورا رضي أن يكون منسقا لهذه الشبكة بدل الدكتورة منى مشعل. راح نتعبوا معنا شوية، لكن يعني إحنا كلنا أمل وثقة إنه راح يتحملنا شوي، لكن بإذن الله تعالى راح نستمر في أعمال الشبكة وتستمر أمورنا من كل النواحي. فأنا أشكركم جزيلا كل الشكر، يعني هذا الأيتم الوحيد اللي كان على أجندتنا اليوم. وإسراء أنت إذا ممكن الزملاء يطلعوا، بس خلي الزوم مفتوح شوية، إذا انضم أي حد جديد بس بتخبريهم إنه احنا اجتماعنا كان اليوم قصير وكان فقط لانتخاب منسق للشبكه. أوكي. فانا اشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا ومبروك للدكتور كمال، جزاكم الله بالخير. الله يبارك فيكم جميعا، الله يبارك فيكم، تسلم وتسلم. دكتور محمد انضميت معنا؟ دكتور محمد حسن، دكتور محمد حسن، دكتور محمد حسن دخل معنا صحيح مظبوط يا ثاني؟ سامعنا، سامع صوت دكتور محمد، سامعني دكتور محمد؟ سامعني ايوه. السلام عليكم. هلا دكتور محمد، يا مرحبا. مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. سلمك شنو اموركم؟ اموركم بايه والله يا هلا. احنا يا دكتور محمد اليوم اجتماعنا كان قصير جدا، لانه في معنا الدكتوره منى مشعل كانت منسق للشبكه، والدكتوره منى تقاعدت من المركز الوطني. فاليوم كان اجتماعنا لانتخاب ممثل للشبكه، و الزملاء انتخبوا الدكتور محمد كمال أن يكون منسق للشبكة. فإن شاء الله الدكتور محمد كمال راح يكون اعتبارا من اليوم منسق للشبكة، وراح يكون على تواصل مع الجميع بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ورب يوفق إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك. وأيضا إحنا بالأرينينا حصلنا على مشروع من الفاو لعمل بلاتفورم للنخيل، وبإذن الله تعالى اعتبارا من بداية شهر 6 راح نبدأ العمل عليه، وراح نتواصل مع الجميع حتى نحصل على الداتا المطلوبة للبلاتفورم. فأتمنى عليكم أنه تساعدونا في البلاتفورم على المعلومات اللازمة من كل دولة، وسواء على مستوى الأبحاث أو الشركات أو الأفراد اللي بيشتغلوا أو إلى آخره، بحيث كل الداتا بتكون جاهزة ولازمة للبلاتفورم بإذن الله بإذن الله بإذن الله. الله يبارك فيكم ويسلمكم. دكتورة تهاني أنت دخلتي معنا ولا لسه؟ ما دكتورة تهاني ما عندها مايكروفون يا إسراء. دكتور مش عارفه شو السبب.
طيب احنا على اي حال انت راح تبعث الان على الواتساب وتبعثي على الايميل انه اليوم اجتمعنا وتم انتخاب الدكتور محمد كمال منسقا للشبكه، وتبعثي تليفون الدكتور محمد كمال والايميل للجميع على اساس الجميع اللي بيحب يتواصل مع الدكتور محمد بيقدر يتواصل معه مباشره. اوكي دكتور، انا بكرر شكري للجميع وشكرا لكم، تسلموا. حياك الله دكتور، حياك الله، كل التوفيق لحضرتك ولشبكه تعليمينا ولا دكتور محمد، وان شاء الله كنا داعمين. انا يعني سعيد جدا بهذا القرار انشاء قاعده البيانات، وان شاء الله راح ندعمه، وفتشي يعني فد شيء ممتاز ومنتج ان شاء الله يكون مثمر ويخدم الجميع الباحثين ان شاء الله. شكرا للدكتور، حياك الله. شكرا يا دكتور حسنين، الله يبارك فيكم جميعا، تسلموا. وبعثي بالله على الواتساب للدكتورة تهاني كمان لأنه ما قدرت تدخل معنا، يبدو أنه الميكروفون عندها ما اشتغل أبدا. أوكي دكتور، يا سيدي يومكم طيب ومبارك إن شاء الله. حياك الله، مع السلامة، أسعد الله أوقاتكم، مع السلامة. شكرا، مع السلامة.